موقع أنا السلفي. لما تيجي تشوف أسباب البركة كما سمعت، من أسبابها العظيمة الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى انتشار الطاعات وانتشار العلم النافع الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم وانتشار العمل الصالح، ويؤدي إلى التضييق على المعاصي. ومن هنا لو أردت الأمن، لو أردت الأمان، لو أردت النصر، لو أردت استقرار المجتمعات، لو لابد أن تمارس هذا العمل بكل نشاط وهمة. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كيف ننصر الله عز وجل؟ بنصر دينه، كما قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره. وخلي بالك دايما شوف آخر الآية عشان تستمد القوة: إن الله لقوي عزيز. ما تخافش، لو نصرت ربنا هتمنح القوة منه، إن القوة لله جميعا، وهتمنح العزة، تمنح العزة، تأخذ العزة من الله، فلله العزة جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وهنا قاعدة واضحة وهي سنة التغيير. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سواء التغيير ده إيجابي أو سلبي، سواء من شر إلى خير أو من خير إلى شر. زي ما سمعنا: وضرب الله مثلا قرية كانت، دي كانت في خير، انقلب حالها إلى شر. لماذا؟ لأنها كفرت بأنعم الله فأزال الله عنها البركة.